السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكون احوالكم طيبه. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفلوغ هكا صغير، غادي نبداو ان شاء الله من الصباح حتى العشيه، فنتمنى ان شاء الله لا فيديو تعجبكم. قبل ما ندوز نفطر كنت طلقت لو غوبو اللي صراحه ندمت بلي ما خديتوش شحال هادي، لان البنات ما تخيلوش شحال ديال الوقت كتربحوا به، وبطبيعه الحال كتربحوا حتى صحتكم، لان فيه جوج ديال لي زوبسيون، كياسبيري بحال لاسبيراتور العادي، وفي نفس الوقت كيجفف حتى الارض بحال اون سيربيير. والحاجه اللي زوينه بزاف هو انك ممكن تحكمي فيه عن بعد، كتيليشارجي لابليكاسيون اولتينيك في التليفون ديالك وتكونيكتيها مع الروبو، وهكا كيمكن لك تخدمي عن بعد. غادي نخلي الروبو ديالي يكمل يدوز هكا على الزربيه، وغادي نشارك معكم هاد الليزر المنزلي. هذا البنات يعني كنستعملو، عندي حصه اليوم وقلت هكا نبارطاجيه معكم، هكا اللي بغات تستافد. هو البنات الليزر منزلي، ولكن ماشي ليزر، هو لا لوميير بولسي. يعني ردوا البال هاد المساله، حتى الا كنتو غادي تمشيو مثلا العيادات ولا الناس المختصين اللي كيديروا الليزر هكا على برا، ضروري انكم تسولوا واش ليزر ولا لا لوميير بولسي، لان كنشوف بزاف ديال البنات كيمشيو كيخلصوا واحد المبالغ ماليه اللي هي كبيره بزاف، وهما راه كيخلصوا غير لا لوميير بولسي، راه ماشي الليزر. الليزر راه كيكون ديفينيتيف، يعني كيكون نهائي، يعني عمر الشعر ما يعاود ينوض، ولكن لا لوميير بولسي هي غير كتبطئ النمو ديال الشعره. الطريقه ديال الاستعمال ديالو سهله جدا، فيه خمسة ديال لي نيفو هكا ديال الحراره، وماشي حراره البنات، ما كتحسوش بشي سخونيه بزاف، ولا يعني ما كيحرق ما والو. فيه خمسة ديال لي نيفو، كديروا على حسب لو نيفو ديالكم اللي نتوما تقدوا تحملوه. انا صراحه يعني ولفتو كنستعمل حتى الخمسة ديال لي نيفو، كما كتشوفوا يعني ما كيكونوا لا حروق لا حتى شي حاجه، غير هو من تكونوا البنات كديروا دوك الضربات ضروري انكم تسدوا عينيكم، يعني هكا كاحتياط من ديك الاشعه هكا على عينيكم، هي نورمالمون كيقولوا غير مضره، ولكن كاحتياط الا سديتوا عينيكم يكون احسن. وضروري البشره ديالكم تكونوا مدهنتوها لا من قبل لا من بعد الليزر، يعني منين ديروا الليزر يعني لابو ديالكم تكون ناشفه ما فيها حتى شي حاجه، ومن بعد كي تساليوا الليزر ضروري البنات انكم ما تدهنوا حتى بشي حاجه، يعني حتى لا غدالي الا بغيتوا، ودهنوا باللي بغيتوا ولا رطبوا البشره ديالكم كما بغيتوا. الا بغيتوا نزيد نشرح لكم عليه ونهضر لكم عليه بالتفصيل خليوها ليا في التعليق. كي ساليت مشيت حليت الغيزيرفوار ديال لاسبيراتور، شوفوا البنات شوفوا شحال ديال الخمله اللي جبت، صراحه ما توقعتش انه يكون كيأسبيري يعني حتى لهاد الدرجه، خاصه ان الزربيه كنت مدوزه لها لاسبيراتور من قبل، وقلت خلي غادي نجربه باش نشوف ليفيكاسيتي ديالو كي دايره. فالنتيجه كما كتشوفوا قدام عينيكم، هنايا بغيت نوريكم كيفاش ممكن تحلوا الفلتر وكيفاش ممكن تركبوا، يعني سهل جدا البنات، كيكون فيه الكتاب ولكن يعني بلا كتاب، يعني الطريقه راه عادية جدا. كي كتسالي وكتحيدو داك لو فيلتر كتنيطويوها بواحد شويه هكا باش كتحيدو منو ديك الخمله وداك الشيء. هنا كنوريكم بان فيه حتى تيليكوموند اللي ممكن
تحكموا فيه عفوا عن بعد، وممكن تحددوا البلايص اللي بغيتوا يمشي ليهم. يعني هو كي كيخدموا ديروا له لو مود اوتو الصراحه هو اللي كنصحكم به، لان كيدير واحد كما شفتوا في الزربيه في الاول كيبقى غادي كيمشي ويجي وكيدير بحال اس، يعني كتكون ضريبه حدا ضريبه. كيصيفطوا لكم مع ان فيلتر هكا دو شانجمون، يعني بتبدلوا الفلتر الى تكرفص ولا خسر ولا شي حاجه، واحد سريبيته هكا كما شفتوها يعني، ولا شيفونه باش كندوزوا الارض كتكون وحده وكيزيدوكم الجوجه، ويكونوا جوج ديال دوك الشويتات حتى هما كيكونوا باش كتبدلوا بهم، ولا الا خسروا لكم دوك الشيتات اللي كيكونوا من التحت كتبدلوا بهم بهادو. وهذا ستان غيبون اللي مصاوب بالحديده البنات، باش كديروه على لي زون اللي ما بغيتوش تدخل ليهم لاسبيراتور باغ اكزومبل، ما بغيتوهاش تدخل بيت النعاس كتحطوا هذيك بحال حديده، هي راه ثقيله البنات، كتحطوها على الحافه ديال الباب ديال بيت النعاس هكا، هي غير كتجي كتقرب حدا بيت النعاس كديتيكتيه صافي كترجع للور وما ما كتدخلش للبيت. دابا غادي ندوز واحد الشفيفه خفيفه هكا للدار، غادي نعمر لو ريزيرفوار داو الراس الثاني، لان كيكونوا جوج، واحد اللي كياسبيري وهذا اللي كتلصقوا فيه هاد لا سيرفييت هادي باش كتنيطويي الدار. كتعمروا لي ريزيرفوار مع شويه ديال البرودوي ومع شويه ديال الماء، هادي كتلصق البنات بلا سكراتش. وهنايا عندكم لو نيفو، كاينه 200 مليليتر كاينه 300 مليليتر، وهنايا البنات هذا هو لو ريزيرفوار اللي كيعمر بداك الماء اللي كيكون موسخ يعني جفاف، يعني ملي كدوز كتجمع داك الاوساخ كامل لا في داك لو ريزيرفوار. وصراحه البنات غادي تشوفوا النتيجه رائعه جدا، صراحه انا راه فاجاتني النتيجه ديالو. بالنسبه للبنات اللي بغيوها غادي نخلي لكم الرابط مع لو كود برومو في صندوق الوصف. كي ساليت غلات يدا وغادي ندوز نوجد واحد الكاب كيك سهل سهل جدا البنات، وكيوجد بسرعه وكيصدق، يعني مجرب كيصدق دائما صراحه كيجي زوين ومفشفش. غادي نحتاجو ثلاثه ديال البيضات، الفاني، كاس ونص ديال الحليب اولا الماء، ممكن تستعملوا حتى بالماء كيعطي نفس النتيجه، جوج ديال الخمارات من فئه ديال 7 غرام ولا 8 غرام، جوج معالق كبار ديال الكاكاو او ملعقه على حسب الكاكاو واش اللون ديالو يعني كيعطيك اللون بني يعني بالزربه، ولا غتحتاجي جوج ديال المعالق، كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال السكر، 8 ديال المعالق عفوا ديال الدقيق او على حسب، يعني على حسب الدقيق ديالك كيفاش داير، يعني ما نقدرش نعطيك الدقيق بالتدقيق، غير هو لاباط ديالها ولا لاباط نتاع هاد الكاب كيك كتجي خفيفه، ورشيشه ديال الملح وحبيبات الشوكولا للتزيين. بالنسبه للطريقه ديال التحضير فهي نفس الطريقه اللي كنحضروا بها الكيك، كنخلطوا البيض مع السكر من بعد كنضيفوا الحليب وباقي العناصر. المقادير كامله غادي نخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف.
كي كيوجد الخليط ديالي كنجيب هاد المول هذا ديال لي كاب كيك كندير فيه لي كاسات ديالي. صراحه كيعجبوني انا هادو الصراحه الديكور ديالهم غزال بزاف كيجيو راقين في المنظر. كنعمرهم تقريبا بجوج مغرفات هكا كما كتشوفوا جوج مغرفات ونص، ولكن كيبقى على حسب لي كاسات اللي كتستعملوا نتوما. انا هادو كياخذوا ليا جوج ديال المغرفات ونص، كنعمرهم كاملين ومن بعد غادي نزينهم بحبيبات الشوكولا من الفوق ومن بعد ندخلهم الفران اللي مسخن على 200 درجه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى انهم يكونوا عجبوكم ونتمنى انكم تجربوا الوصفه لانها فعلا 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 زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تكون عجبتكم. خليتكم على خير والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.